الخير، صباح الهنا على حضراتكم جميعا اللي بيتابعنا. بدايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده هيكون معانا طبعا ضيوف وبرامج وافكار ومحاور مختلفه باذن الله هنتكلم فيها على مدار الحلقه. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا هوندس، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. طبعا حلقه النهارده هتكون مليانه كلام عن النادي الاهلي تحديدا فيما يتعلق بقى بما مضى وما هو قادم، لان عندنا كلام يتقال على الصعيدين. على كل الاحوال كالعاده في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن رياضة الجولف، والفقرة الثانية هينورنا من خلالها الناقد الرياضي الأستاذ محمد مديك، وطبعا حديث مطول عن تحديات منتخب مصر الفترة اللي جاية، فتابعونا إن شاء الله تجدوا ما يسركم. بص يا كريم، قبل ما نبدأ أي حاجة بحب إن أنا لما يبقى في حاجة مهمة تركز عليها إن احنا نقف عندها شوية. أنا مش عالق قوي على التفاصيل الخاصة بالجمعية العمومية، لكن لقطة الجميع تحدث عنها بالأمس وكانت لقطة محترمة جدا ومش حاجة جديدة على النادي الأهلي لما تيجي تشوفها، لأن احنا تعودنا على النادي الأهلي اللي هو يعلمنا المبادئ أو الصور اللي من هذا النوع. طبعا احنا بقالنا فترة يمكن أكتر من أسبوعين حاليا أو 10 أيام تحديدا بنتكلم عن طبعا سيادة نائب رئيس مجلس الإدارة، طبعا سيادة الوزير العامري فاروق، هذا الرجل المحترم جدا اللي كان عنده للاسف لحد دلوقتي بيعاني من ازمه صحيه، نتمنى ليه كل الشفاء باذن الله. لكن امبارح فكره الجمعيه العموميه واول امبارح، وفكره ان يكون في كرسي محطوط برضو لسياده الوزير العام فاروق، ان هو واحد موجود بوسطنا حتى لو كان غائب يعني جسده، لكن هو موجود بالاسم بالمكانه، خليني اقول لحضراتكم هذا الشكل يعني. فلقطه عجبتني جدا، الناس كلها كانت بتعلق عليها بالامس، فاعتقد كان لازم نقف عندها يا كريم ونقول فعلا انتهاء كبيره، وده مش جديد على النادي الاهلي. الرقي المعتاد، هنقول نرجع نقول الرقي المعتاد، وهكذا يعني تدار الامور في النادي الاهلي، واي شخص ليه اسهامات مع النادي الاهلي بالتالي بيبقى له مكانه وبيبقى له مكان في القلب، بعيدا بقى كمان عن مقعد ما في مجلس اداره ما. احنا بنتكلم على شخصيات استثنائيه وقدمت كتير قوي للنادي الاهلي، وعلى فكره كل جماهير النادي الاهلي بيكنوا ليه برضو نفس القدر من التقدير والاحترام، وكل الحقيقه يعني دعوات الكل لم تنقطع طوال الايام العشره الماضيه. يعني نتمنى ان شاء الله لسياده الوزير العامري فاروق الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الرحمن. نتكلم بقى النهارده عن الفقرات بتاعتنا، هيكون عندنا وبعد كمان يعني خليني اتكلم كده او اخش في الموضوع على طول. احنا عندنا مواجهه مهمه جدا مع منتخب سيراليون، وتقريبا خلينا برضو نبقى صراحه مش هنتكلم ان هي مواجهه يعني مختلفه، لا هي مواجهه كريم ربما تكون الى حد كبير قريبه من جيبوتي، لسبب ان انت عندك برضو تصنيف مختلف يعني او تصنيفك الدولي بعيد جدا، وفي نفس الوقت انت او هو في المركز 122، مصر في المركز 35، غير كمان انت عندك يعني سميها كتيبه سميها محترفين اكثر من رائعين، وشفنا مباراه يعني ولا اروع يمكن امام جيبوتي، تختلف او تتفق بقى ان هو ده الوضع الطبيعي وغيره، بس برضو انت قدمت فنيات اكثر من رائعه، فنقدر نخلص باذن الله الماتش برضو من بدري. وعامه مجموعتنا اللي انت بتتكلم عنها او اللي هي هتضم هنا تحديدا اثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو تاني برضو ما هياش مجموعه سهله، يمكن هتكون طبعا اصعب من الماتشين اللي فاتوا، لكن ما هياش برضو مجموعه سهله. نقدر نقول ان برضو اقوى المنافسين لينا هم بوركينا وغينيا بيساو، وتعادل بقيه طبعا المنافسين في اول جوله بتهيألي هيسهل علينا كريم المهمه باذن الله للي جاي، وخلاص برضو انت بتتكلم متصدر المجموعه برصيد 3 نقاط. فخلينا دلوقتي بقى نستعرض مع حضراتكم برضو علشان يبقى الكلام كله او تبقى الصوره يعني واضحه بشكل كبير، نستعرض تاريخ مواجهات مصر وسيراليون تحديدا. هم اتقابلوا مفروض مرتين، ده كان ضمن التصفيات المؤهله لبطوله كاس امم افريقيا، بنتكلم 2012، تعادلنا مره وخسرنا مرة تانية، والنهاردة بقى بإذن الله يعني نقدر نلحق أو نحقق كمان أول فوز لينا على سيراليون، وبكرة بعد كده وبعده هتكون بقية الماتشات في مجموعتنا. فكل التوفيق ليهم في اللي جاي إن شاء الله، منتخب مصر يكون قدها. لكن أنا شفت برضو إن بداية كانت جيدة كريم، إن نرجع نقول تاني التصفيات الخاصة بالمونديال أول مباريتين فيها أو ضربة البداية فيها للأسف إحنا تعودنا أو الفترة اللي فاتت أكدت إن بيكون في عدم توفيق، لكن اللي حصل مع جيبوتي أعتقد برضو إن شاء الله مع سيراليون يخلي البداية تكون موفقة للي جاي، لأن اللي جاي طبعا بطبيعة الحال أصعب بكتير يعني. خدونا بقى نقف شوية عند ماتش جيبوتي، طبعا زي ما قلنا قبل الماتش
وقبل الماتش بشويه حلوين بكتير، قلنا طبعا ان جيبوتي ما هواش المنافس القوي قوي، والحقيقه كل اللي قلناه وتوقعناه شفناه متحقق على ارض الواقع طبعا، بدليل الفوز الكبير العريض ل يعني منتخب مصر، وبدليل السكور الكبير بسداسيه. ده طبعا السداسيه دي غير الفرص المهدره، صلاح لوحده سجل سوبر هاتريك، وده طبعا خلاه بقى هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات المونديال فقط برصيد 15 هدف. لو اتكلمنا بقى عن الهداف التاريخي للفراعنه بشكل عام في كل المنافسات، طبعا هو حسام حسن، اللي اعتقد ان الرقم بتاعه برضو مش سهل قوي على اي حد انه يكسره، هو عنده 68 هدف، ويليه محمد صلاح ب 53 هدف. بس هنقول ان صلاح ممكن جدا يعني يوصل لرقم حسام حسن لو استمر بنفس المعدل التهديفي ليه مع المنتخب. النهارده عندنا ماتش مهم جدا امام سيراليون، وباذن الله نقدر نحقق نتيجه جيده زي ما حققنا في ماتش جيبوتي. كلام محترم، وخلينا برضه نستعرض مع حضراتكم التصريحات المختلفه وتحديدا لفيتوريا قبل مواجهه سيراليون. هو قال كده ان مواجهه سيراليون صعبه ومختلفه عن اللقاء الاول امام جيبوتي، ده بطبيعه الحال ان المفروض سيراليون اصعب من جيبوتي. احنا كل ما بنتعمق اكتر كل ما الصعوبه اكيد كمان فنيا والتنافس بيكون اكيد اشد بدرجه كبيره. يعني بيتكلم ان الخصم هو هدف قوي، وان هدفه اكيد الفوز في كل المباريات، واحنا كمان هدفنا ان احنا نفوز، وكل المنافسين برضه يعني هيكونوا على زي ما بيتقال نفس المستوى، فاحنا لازم ان احنا نضاعف برضو قوتنا والتركيز بشكل كبير جدا. واتكلم برضو في نقاط مختلفة، قال برضو ان احنا رأينا اشياء مميزة في منتخب سيراليون وبندرس هذه الاشياء باهتمام كبير جدا. خلينا نروح نتابع تصريحات فيتوريا ونرجع نكمل. الماتش كان حلو، اللعيبة كانت بتلعب حلو، بس هو يا ريت يستمروا على كده، واكيد هم عندهم احسن من كده بكتير. انا شخصيا ما كنتش متوقع النتيجة دي، يعني قلت انا بدعي ان طبعا ان احنا نكسب ومصر تكسب وكل حاجه، كل الشعب المصري كده، ولكن النتيجه الكبيره دي انا شخصيا ما كنتش متوقع. النتيجه طبعا مطمنه جدا، 6-0، المفروض كنا نجيب اكتر من كده، ضيعنا اكتر من 6 زيهم، وان شاء الله هو المستوى كويس جدا محمد صلاح والنني، المجموعه كلها بصراحه ما اقدرش اقول ما حدش فيهم قصر. أخص بالذكر المدرب ممتاز، مدرب الخطة بتاعته هجومية بحتة، ودي ما شفناش في أي واحد تاني قبل كده. بصراحة الأداء اتحسن كتير قوي قوي فعلا الفترة اللي فاتت، والنتيجة مبشرة، يعني إن شاء الله ده يخلينا إن احنا بقى يعني في 2026 نبقى موجودين بإذن الله. صحيح الفرقة سهلة وبسيطة ومش قد مستوى مصر ولا التاريخ الحضاري للمنتخب المصري، ده يدينا فرصة إن احنا نجرب خطة تانية ولاعيبة تانية، بس كنت اتمنى ان هو يعني يريح نص اللعيبه عشان ماتش سيراليون. الحمد لله يعني كان احسن اداء، احنا كنا ده اللي احنا طالبينه من الاول، ويا رب الاداء يكون كده برده قدام سيراليون الماتش اللي جاي وفي كل التصفيات، وعايزين نحقق حلمنا اللي احنا ان شاء الله نصعد ونوصل لاعلى حل ابعد يعني مرحله في التصفيات ان شاء الله. رساله المنتخب يعني انا بقول برده الماتش دوت برده مش مقياس، يعني خلينا في الاحسن وما نخدش الماتش دوت ان هو ايه المنتخب بقى قوي، لا احنا برده يخلينا على نفس الرينج اللي احنا ماشيين عليه بقى في احسن. وبالنسبه لتصفيات كاس العالم انا شايف لها تصفيات سهله، يعني بقت اسهل من الاول، يعني اتمنى ان مصر تبقى في كاس العالم السنه دي. طيب اتكلمنا عن الشقه الخاصه بفيتوريا، اللي احنا شفناه ده دلوقتي زي ما كنت حضراتكم بتتابعوا التوقعات والاراء المختلفه في الاداء من قبل الجماهير. انا لفتني حاجه وانا وانت كنا بنتكلم واحنا بنتفرج، يعني ما اعرفش حضراتكم برضو تقولوا لنا رايكم، بس انا حاسه يا كريم ان هذا العام بتهيأ لي الناس عندها ثقه الى حد ما اعلى من السنوات الماضيه في فكره المنتخب هنا، او يعني ثقتك عاليه شويه في المنتخب، ثقتك عاليه في الجهاز الفني، ثقتك اعلى في المدير الفني. طبعا اللقطه اللي احنا شفناها العام الماضي هي لقطه لن تكرر، يعني انك مر عليك اكتر من مدير فني في سنه واحده، طبعا دي حاجه وان كانت يعني مش عايزين نقف عندها كتير، بس طبعا كانت حاجه كارثيه وكانت غريبه، يعني عمرنا ما سمعنا عن منتخب حصل فيه هذا الامر قبل كده. ولكن ما بحبش دايما نقف عند السلبيات، يعني السلبيات مش هتوديك في حته، خلينا نركز دلوقتي ان احنا وضعنا افضل بكتير، قدرنا ان احنا نستقطب يعني مدير فني اكتر من رائع فيتوريا او روي فيتوريا. هذا الرجل لا لديه من الخبرات الثقيله جدا اللي تقدر ان هي تؤهله مع المنتخب، ان برضه منتخب مصر ما هوش منتخب بسيط، لكن هو بيحتاج
حد يجي كده زي ما بتقال يا كريم يعيد احيائه مره ثانيه. المنتخب اللي احنا كنا بنشوفه قبل 2010 وقف عند 2010، اعتقد محتاج حد دلوقتي يجي يعيد احيائه مره ثانيه. عندك 13 سنه للاسف احنا مش لاقيين منتخب مصر، بندور عليه مش لاقينه يعني صراحه تقال يعني. بس شوهد مؤخرا الحقيقه يعني شوهد مؤخرا في ماتش جيبوتي ده السنه دي يعني والى حد كبير. بص يا هوندي خلي بالك من حاجه، الناس حتى ما تقدريش تعتبي عليها فكره ان كان في لفتره زمنيه مش قليله شيء من الفطور لما بتيجي حتى سيره المنتخب. ليه؟ لان احنا عشان كنا الاداء يا كريم بالظبط يعني كده الوضع العام ما كانش مرضي على كل المستويات الحقيقه وعلى كل الاصعده، ولكن في الفتره الاخيره برضو خدنا بالنا ان في مجازا كده وكان في طوبه اترمت في الميه الراكده فابتدت تتحرك الميه. الحركه دي اسفرت عن بعض الامور اللي هي مرضيه لكتير من الناس. ابتدينا مره ثانيه نرجع نتابع المنتخب، وطبعا ده واجب وطني على كل واحد مننا. يمكن برضو ما وصلناش من خلال هذا الامر للي المفروض نوصل له، بدليل ان محمد صلاح نفسه يعني علق في اللقاء سريع بعد انتهاء ماتش المنتخب مصر وجيبوتي، ولما جت سيره الجمهور قال نصا ان الجمهور عايز يقول يعني ايه ما كانش الكم المنتظر، عايز يقول كده يعني مش قال حتى باللفظ، قال لك ايه مش احسن حاجه، وقال ان كتير من الناس بتبقى مرتبطه اكتر بنواديها، لكن احنا بنتكلم في نهايه المطاف على المنتخب المصري. ابتدى يورينا ما يسرنا، ان شاء الله يستمر على نفس المنوال الفتره اللي جايه ان شاء الله. اكيد الماتش اللي فات وبيني وبينك ولا ماتش النهارده مقياس قوي، ونحمد ربنا ان احنا مجموعتنا في اللذيذ بالظبط. انت بس بتكسر التابو او بتكسر النحس شويه، خليني اقولها كده، اللي كانت صحيح موجوده زي ما كنت بقول لحضراتكم من تصفيات المونديال اول مباراتين تحديدا، انت ما بتعرفش كنت دايما ما بتتوفقش فيهم، لكن حظنا حلو برده طبعا في المجموعه بتاعتنا. احنا كمان بدانا مع جيبوتي بس يعني نتمنى اكيد النهارده برده المباراه يعني نوفق فيها بشكل كبير، لكن لسه اللي جاي يعني صورة تانية تماما، فنيات أخرى تماما، تنافسات أو يعني منافسة مختلفة تماما، فما نقدرش نحكم بس لازم يكون عندنا الثقة. وأنا يمكن من خلال التقرير اللي شفته الناس ادتنا ده أو ادتنا الإمبريشن ده أو ادتك الإحساس ده أن أنت لا في ثقة أعلى بكتير دلوقتي لمنتخب مصر. أنا أتمنى أن هو يكون على قد الثقة كمان في المنافسات اللي جاية، لأن هي أصعب زي كنت بقول لحضراتكم أنا وكريم يعني، وهنتكلم طبعا في تفاصيلها لما تيجي وكل مباراة على حدة. لكن حتى هذه اللحظة انا شايفه كمان افاقه كبيره جدا من لعيبه كتير، وتحديدا محمد صلاح. احنا كنا خلينا نتكلم بصراحه بقى يعني مش هنطلع بس نجامل، السنوات اللي فاتت والعام اللي فات كمان تحديدا لو هقارن نفسي بيه، محمد صلاح كنت تشعر ان هو مش يعني حاضر ومش حاضر. يعني محمد صلاح دايما كان يتقال لك هو ليه محمد صلاح ما بيقدمش الافضل عنده، هو ليه المحترفين بتوعي ما بيقدموش الافضل عندهم مع المنتخب، كنا بنشوف ده بصراحة. لكن الفكر ده اختلف في حاجتين. أولا فيتوريا قدر ان هو يخليه منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح، ودي نقطة قوة. الحاجة التانية ابتدى محمد صلاح فعلا نشوفه. بعض ممكن برضو يجي يقول لك ايه يا عم ده كانت جيبوتي، يعني محمد صلاح ظهر مع جيبوتي احنا عايزينه يظهر مع حاجة تانية. انا ما بحبش طريقة الكلام دي بصراحة. هو ظهر مع جيبوتي اكيد هيظهر مع غيره، انت ما تقدرش تحكم من دلوقتي، لكن الروح الانهزامية انا ما بحبهاش. فبكل التوفيق، انا من الناس بصراحة زي حضرتك شفتوا الآراء دلوقتي متفائلة جدا مع منتخب مصر، نتمنى يكون على قدر التفاؤل وثقة المصريين، وهيبان اكيد الفترة طبعا اللي جاية. طيب بعيدا بقى عن كرة القدم يا حضرات، تعالوا نتكلم بشكل عام عن الرياضة المصرية. والحقيقة كلمة حق لازم تتقال في الفترة الأخيرة، الرياضة المصرية بتسير بخطى ثابتة نحو الريادة القارية وحتى العالمية. ده ما بيجيش من فراغ، بيجي بفضل التخطيط العلمي وأكيد دعم القيادة السياسية. الحقيقة احنا تقريبا نكاد نكون كل يوم والتاني بنتكلم مع حضراتكم عن تصدرنا لتصنيف دولي ما او حصد القاب ما في بطولات قارية او عالمية ما. طب يعني لو سردنا معاكم بعض الانجازات هنلاقي ان في سيطرة شبه كاملة للكاراتيه المصري على التصنيف العالمي، ادي اولا. ثانيا سيطرة مصرية معتادة على المراكز الاولى للتصنيف العالمي للسكواش، كمان فوز الاتحاد المصري للسلاح بجائزة افضل انجاز افريقي المقدمة من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية، ده طبعا بعد ترشيح الاتحاد الافريقي للعبة لمصر كافضل انجاز او كصاحبة افضل انجاز افريقي لعام 2023. ده على صعيد الكيانات. طب على مستوى اللاعبين، فازت الأسطورة فاطمة عمر بجائزة أفضل رياضية بارالمبية في جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة. كمان شيماء سامي أحرزت الميدالية البرونزية لبطولة اليابان الدولية للريشة الطايرة البارالمبية في منافسات الزوجي المختلط والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وطبعا غيرهم كتير. وتاني نرجع ونقول هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على التخطيط العلمي الجيد والإعداد السليم.
انا هتفق معاك طبعا. وملف برضو تاني مهم جدا اتكلمنا عنه واكتر يمكن من مره، وهو ملف خاص بمنتخب اليد، وهي بقى قرعه هنا امم افريقيا 2024 المفروض هتقام في مصر زي ما حضراتكم عارفين في يناير اللي جاي. طيب القرعه ايه هي؟ كنا منتظرينها الاسبوع اللي فات. مصر وقعت في مجموعه اولا عند غينيا والكاميرون والكونغو، مجموعه اعتقد متوازنه الى حد ما نسبيا تقدر تقول، ان خاصه مصر هنا يعني بطل اخر نسختين، فباذن الله تقدر تحقق اللقب للمره الثالثه، فرصتها كبيره جدا، وتبقى كمان على التوالي وتتاهل بقى مباشره. وده المهم، يعني ده المهم جدا، وده اللي يهمنا كمان بشكل اكبر، اولمبياد باريس زي ما نجحنا طبعا في التاهل في كره القدم، وكمان عندك تاهل منتخب الطايره لباريس بعد غياب كان سنوات يعني عديدة خليني أقول. فأعتقد كده الموضوع مبشر إلى حد كبير جدا، لكن هنحتاج مزيد من التفاصيل. خلينا ناخد أستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي معنا على التليفون. يا أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. أهلا بحضرتك. أهلاً. يعني هبدأ برأيك في المجموعة بتاعتنا بداية وبعد كده نخش بقى في تفاصيل أكتر، تفضل يا فندم. لا المجموعة طبعا أكيد يعني في حدودها مناسبة، شايف ان المجموعة يعني متوسطة، مش الواحد مش عايز طبعا يقول انها ضعيفة ولا انها قوية. المجموعة مقارنة بتاريخ مصر وبالحجم المحترفين اللي موجودين بالنسبة للاعيبة المنتخب، شايف ان المجموعة هتكون هيقدر فيها خوان كارلوس باستور ان هو يجهز لعيبته باكبر قدر استعدادا بقى للي بقى الادوار اللي بعد كده اللي هتكون فيها المنافسه اقوى بكتير. بدايه من دور الثمانيه هنكون رايحين في سكه المجموعه الرابعه اللي هي فيها انجولا وتونس. انجولا وتونس لناس كتير ممكن ما تبقاش عارفاها، يعني في خلال البطولات اللي فاتت باستثناء نسخه 2022 اللي كانت موجوده في مصر، كان انجولا وتونس يا ثاني يا ثالث يا اول يا ثاني ثالث أمم أفريقيا، يعني كان دايما على طول احنا مصر وتونس في الفاينل وأنجولا بتبقى صاحبة المركز الثالث. طب إلى أي درجة بقى التفصيلة دي ممكن تعطلنا شوية أو تعرقل رحلة حصولنا على اللقب للمرة الثالثة على التوالي؟ لا بص، هو بسم الله الرحمن الرحيم كده مفيش أي حاجة تعطل منتخب مصر. لو منتخب مصر في كامل جاهزيته، اللعيبة في كامل تركيزها، مفيش أي حاجة تقدر تعطل منتخب مصر عن التتويج بالبطولة. ده مش دعوه للتكاسل او دعوه لانه المنتخب ما يقدمش افضل حاجه عنده، اكيد مفهوم، او ان احنا ما نبقاش، لكن هو في الاخر احنا بنتكلم يعني كورقه وقلم. لو انت حظوظ منتخبك باللعيبه اللي موجوده عندك بجاهزيتهم بالجمهور اللي المفروض هيبقى مالي الصاله، لانه كلام حضرتك البطوله هتتلعب على الصاله الرئيسيه في استاد القاهره، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كان الاتحاد حريص جدا على توفيرها بالنسبه للمنتخب، لانه يعني شئنا ما بينا كره اليد المصريه او كره اليد هي اللعبه الشعبيه الثانيه في مصر بعد كره القدم. هي اصبحت هي بالظبط هي اصبحت، ما كانتش طبعا، لكن هي اصبحت بالانجازات زي ما حضرتك بتقول اللي حصلت على الارض والتالق اللي كنا واقفين عنده انا وكريم برضو يمكن وقت البطوله اللي كانت 2020، وقلنا هو ايه سر اصلا تالق مصر في كره اليد تحديدا. لو حضرتك برضو استاذ محمد تدينا يعني نقاط سريعه كده، ايه السبب فعلا ان دلوقتي اصبحنا بنتكلم ان كره اليد الكره الشعبيه الثانيه او الرياضه الشعبيه الثانيه في مصر؟ يعني اكيد في اسباب لده. النجاحات الكتير اللي بيقدمها المنتخب الفتره اللي فاتت، تتويج بنسخه 2020 و2022، ان احنا ناخد رابع اولمبياد، ان احنا ناخد سابع عالم مرتين ورا بعض، ومن ضمن افضل 8 منتخبات على مستوى العالم لثلاث مرات متتاليه، فكان ده بده كل النجاحات دي، بالاضافه ان انت عندك عناصر كتير جدا من لعيبتك موجوده دلوقتي ومحترفه في اكبر دوريات العالم. يعني من فرق تحديدا كنا بنتكلم على انه علي زين لاعب النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كان موجود مع برشلونه، توج بكل الالقاب مع برشلونه السنه اللي فاتت، اخرهم كان خد معاهم كاس العالم للانديه. فبتتكلم على حجم كبير جدا من اللعيبه محترفه دلوقتي في دوريات اوروبا بشكل كبير، كلهم كل واحد فيهم ليه اسهام وليه دور مع فريقه ومع ناديه هناك. بيجي مع المنتخب الدنيا بتكون طبعا في زخم كبير جدا، الناس كلها بتكون حابه انها تشوفه. احنا كلنا بنتكلم على انه يعني كل المنتخبات الافريقيه دلوقتي بتتكلم على انه اول ما بيوصل منتخب مصر الناس بتدور محمد صلاح فين،
فنفس الكلام بينعكس بالنسبه للالعاب الثانيه او تحديدا لكره اليد. الناس كلها بتدور على علي زين، بتدور على يحيى خالد، على يحيى الدرع، الناس عايزه تشوفهم، عايزه تتصور معاهم. بس استاذ محمد انا عندي سؤال اعم من ده، كنت اقصد النجاحات اللي احنا وصلنا بيها اللي هي توجت في الاخر ب زي ما حضرتك بتتكلم انجازات وبطولات متعدده وتالق اكثر من رائع، هو اصلا السبب في النجاح ده ايه؟ لان احنا نتمنى تطبيق اللي حصل ده، المنظومه الناجحه دي في كره اليد على باقي الرياضات، ده اللي انا اقصده. ف اتفضل. واجاوب على حضرتك، الاجابه واضحه وصريحه، انه اتحاد اليد من ضمن الاتحادات اللي دايما شغاله باستراتيجيه واحده واضحه، يعني هي عندهم استراتيجيه واحده مهما تغير مين موجود في رئاسه الاتحاد، الاستراتيجيه هي نفس، ماشيين بنفس الطريقه، مفيش حد بيجي يمسك القديم ويشتغل من اول وجديد. كويس. انا اقول انا مش عاجبني الطريقه اللي كان بيدور بيها الاتحاد وهبدا اشتغل بشكل تاني خالص. طب وفي رايك ليه ده مش حاصل في بقيه الاتحادات لما الفكر ده ناجح وبينتج عنه يعني ثمار طيبه انجاز التعبير، ليه نفس النهج ده مش بتنتهجه بقيه الاتحادات؟ ما هو ده بقى دي مشكله عند بقيه الاتحادات، مش عند اتحاد اليد دوت. اتحاد اليد مفهوم بطبيعه الحال، بس انا بقول لك في رايك يعني شايف ايه الخلل جاي من فين؟ من اللي بيتقلد مقاليد رئاسه الاتحاد نفسه. انت المفروض ان انت بتكون جاي تكمل رساله اللي كان قبل منك، او لو انت شايف انه في اختلاف في الفكر او في طريقه الاداره نفسها غير، مفيش مشكله. محدش قال ان هو انت يعني هو يبقى جاي، انت جاي على كتاب هتشتغل من خلاله بس، لكن في الاخر انت كنت شايف ان اللي قبل منك ناجح لحد كبير، قادر ان هو يقدم اضافه وفعلا بيمشي بنفس الطريقه او على سكه وطريق النجاح، فانت بتكمل على نفس المسيره، بتكمل على نفس الطريق. لكن في ناس ثانيه بتكون جايه شايفه بالنسبه لها انه لا، انا لازم يبقى ليا انا بصمه. يعني خلينا نقول يعني هي في الاول وفي الاخر المنظومه الاداريه هي اساس نجاح او فشل اي حاجه في العالم، خلينا نتفق على دي. طيب برضو استاذ محمد نستغل وجود حضرتك معانا، يعني شايف ازاي ثقه الاتحاد الافريقي والدولي هنا اليد في تنظيم بقى مصر لبطوله افريقيا 2024؟ احنا عندنا ثقه في نفسنا، لكن دلوقتي اصبح العالم كله بيرى ان مصر، لا مصر مكان يقدر ان هو يستضيف البطولات الكبرى ومن غير اي مشاكل، بالعكس كمان التنظيم عندنا يكاد يكون افضل من يعني دول اخرى يمكن متطوره وامكانياتها الماديه كمان افضل بكتير. فخليني نقف شويه عند دي لان دي نقطه اعتقد جيده جدا. والله يا استاذ نعمان، انا هقول لحضرتك على حاجه، هو قصه التنظيم مثلا بالنسبه لمصر 2024 ما كانش حاجه مفاجاه، يعني ده اكيد بطوله كبيره، بطوله مؤهله للاولمبياد، بس مثلا دي معروفه مثلا قبلها بسنه ونص. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في نسخه 2022 كان تحديدا تنظيمها في خلال شهر، وكان هو ده بالنسبه لمصر هو التحدي الاكبر. صحيح. لانه كان البطوله كانت المفروض هتتلعب في المغرب، اتسحبت راحت الجزائر، بعد كده رجعت اتحط لها توقيت تاني، يعني البطوله دي اتحط لها اربع مواعيد، وفي النهايه الاتحاد الافريقي اسند تنظيم البطوله لمصر قبلها بشهر بالظبط. صحيح. والدوله المصريه كانت جاهزه، الاتحاد المصري كان جاهز، فهو حتى الاتحاد نفسه كل التصريحات اللي كانت طالعه خلال الايام اللي فاتت ان هم حاسين ان هم في البطوله دي يعني شامين نفسهم شويه، ان هم قادرين عندنا مساحه من الوقت نقدر ننظم بيها مع الخبره، بقى بقينا خبره خلاص كمان. يعني احنا كده انا عايز اقول لك على حاجه، هو حاليا في التوقيت اللي احنا فيه، احنا لو اتقلنا بكره تنظموا بطوله كذا تم اسنادها لمصر، مفيش عندنا مشكله خالص. عندك كوادرك الفنيه، عندك ملاعبك جاهزه، عندك متطوعينك موجودين، عندك بنيه تحتيه رياضيه كنا بنتكلم عنها الفتره الاخيره كذا مره الحقيقه، لان برضو من ضمن الامور اللي نقدر نقول فيها ان حصلت طفره. يعني احنا بنتكلم من شويه استاذ محمد بنقول ان في طفره ملحوظه في الرياضه المصريه بشكل عام، سواء تنظيميا او حتى تنافسيا. احنا بنبالغ لما بنقول كده ولا احنا بنقول كلام موضوعي؟ لا لا لا، دي حقيقه. اصل بص، احنا ما زي ما بنقول الايجابي هنقول السلبي على فكره، ما فيهاش ادنى مشكله خالص. طبعا. في ان انا وانا بتكلم على شيء كويس اقول ان انا عندي فيه جزء مش سليم، او طبعا وده مطلوب عشان اللي مش سليم يتحول الى سليم، نشتغل عليه. طبعا طبعا. فما في، لكن بالورقه والقلم، ان احنا بتجيلنا الاشادات والمدح من ناس ثانيه ما لهاش اي علاقه بينا، ما لهاش اي مصلحه في انها تجاملك او ما تجاملكش. طبعا. في ناس اصلا بيكون جاي لك مراقب من الاتحاد الدولي
عشان خاطر يجي يشوف التنظيم بتاع البطوله، ملوش اي علاقه خالص بشخص دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. الراجل جاي يقدم شغله، ملوش علاقه خالص، مش هيجامل يعني بالبلدي، مش هيجامل دكتور حسن مصطفى، هو جاي لو في عنده ملحوظه هيقولها، مش عشان خاطر دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. طيب استاذ محمد، خلينا برضو عشان نستغل وجودك معانا، يعني ملف ابطالنا البارالمبيين ملف هنفضل نتكلم عليه على طول لانه ملف بيفرحنا، خلينا نقولها كده. فدلوقتي طمنا عن ابطالنا البارالمبيين وفكره برضو تاهل عدد كبير حتى هذه اللحظه، احنا متابعين اسبوع باسبوع طبعا الاعداد اللي كل شويه بتتكاثر، ولكن هيبقى برضو ملف او شق مهم جدا وهو الدعم المادي اللي اعتقد هم كفئه بيحتاجوا اكتر بكتير أو أضعاف الأبطال في الأولمبياد العام. فخليني أعرف من حضرتك برضو النقطة دي، نطمن على أبطالنا البارالمبيين والتألق اللي هم عاملينه تحديدا كمان في يعني رفع الأثقال. تفضل يا فندم. هم خلاص أوريدي، إحنا لغاية إمبارح كان آخر تحديث كان 31 بطل قدروا نتأهل لدورة الألعاب البارالمبية. كويس. كان آخرهم منتخب مصر لكرة الطايرة جلوس بعد ما كان وصل لنهائي كاس العالم اللي بتقام هنا في مصر. بالمناسبه هو المفروض انه بطل كاس العالم بس هو اللي بيتاهل، لكن نظرا لان ايران هي بطل كاس العالم في النسخه اللي فاتت والنسخه اللي احنا فيها دي، فمصر بوصولها للفاينل اوريدي كانت ضمنت تذكره التاهل للبارالمبيات، وده انجاز كبير جدا طبعا وتكرار للي بيعمله منتخب الكره الطايره جلوس خلال الفترات اللي فاتت. نأمل ان هم ربنا يكرمهم ويرجعوا بقى يعيدوا المجد تاني ويكونوا موجودين على منصات التتويج البارالمبية في النسخة اللي جاية ان شاء الله من البارالمبيات 2024 ان شاء الله. عندنا ابطال كتير جدا في السباحة في رفع الاثقال قدروا انهم يحجزوا مقاعدهم ويقدروا يتأهلوا مباشرة للبارالمبيات. في ابطال تانية قدامهم لسه وقت لان هم لسه يعني تاريخ تأهيل او تاريخ قفل التأهل بالنسبة للبارالمبيات ما انتهاش، عندنا في لعيبة كتير جدا قريبين من التأهل، في ناس يعني بتبدأ تخلص بقى فترات تأهيلها وإعدادها عشان تقدر إنها تكون جاهزة للمنافسة في البارالمبيات اللي جاية، زي فاطمة عمر إن شاء الله بنتمنى لها كل التوفيق في رحلة علاجها لأن هي خلصت علاجه في قصة التأهيل وإن شاء الله تقدر تتأهل، لأن فاطمة تاريخ كبير جدا من النجاحات في البارالمبيات، يعني يكفي إن إحنا بنتكلم على بطلة من أول ما بنقول من سيدني 2000 لغاية بارالمبيات ريو دي جانيرو 2016 ما غابتش عن منصات التتويج، وخمس ميداليات ذهب وواحدة فضة. ما شاء الله. يعني لا تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل وتاريخ يعني فعلا شخصيه تستحق الدراسه فاطمه عمر، لانها ام وبطله ولاعبه وانسانه فيها يعني فيها حاجات كتير جدا يعني نقدر نتكلم عنها في القصه دي. بنتفق مع حضرتك جدا استاذ محمد وبنشكرك، هو ملف كبير جدا لكن هنكتفي بكده علشان طبعا الوقت، لكن نشكرك جدا على كل المعلومات دي. ناقد رياضي محمد ناجي، كلام محترم ومبشر الى حد كبير جدا، وهنرجع نقول تاني ملف ابطالنا البارالمبيين تحديدا بحب اقف عنده انا وكريم بشكل كبير. نتمنى بس الشق الخاص بالدعم المادي اللي احنا هنقعد نتكلم عليه وهنزق حضراتكم، واحنا هنزهق احنا كمان بس لانه لسه لم يحل حتى هذه اللحظه يعني معلش، فنتمنى ايجاد بعض الحلول قريبا لان الناس دي محتاجه دعم مادي بشكل كبير جدا. اتكلمنا قبل كده في موضوع الشركات الوطنيه اللي بتدعم ابطالنا سواء على مستوى البارالمبي او الاولمبياد العام، ان انت محتاج الناس تقف مع بلدها علشان ابطالنا دول مش كلهم عندهم ومش كل الاتحادات عندها ما يمكنها من السفر، وطبعا البادجت بيبقى عالي جدا برضو، احنا بنتكلم في ارقام كبيره يعني. فاكر احنا طرحنا قبل كده السؤال على فكره معسكر واحد بيكلف تقريبا لو في الخارج بتكلم في ايام قليله جدا تقريبا قال 2 مليون جنيه، طبعا مش كل الاتحادات لديها هذا البادجت او هذه اسمها ايه الميزانيات اسمها ايه دي بس، فبالتوفيق يعني. طبعا اي دعم مادي او معنوي بالذات للفئه دي من ابطالنا وبطلاتنا البارالمبيين هو دعم مستحق، يعني هو مش تفضل من اي جهه ولا من اي كيان، الناس دي تستحق هذا الامر بموجب اللي هم بيحققوه وبيحققوه من زمان وبيحققوه من زمان في ظل شبه انعدام للميزانيات في بعض السنوات اللي فاتت
من غير اي دعم عملوا اللي عملوه ده كله وحققوا النجاحات دي كلها، امال لما هندعم الناس دي هينتج عن هذا الدعم ايه؟ السؤال مطروح لحضراتكم للتفكير فيه، على ما تقلبوه في دماغكم هنبص بصه كده من خلال هذا التقرير ونعرف درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه وصلت لكام. اتفضلوا. ما بنعمل دايما في حلقات بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع مش بس بنكتفي بان احنا نعرف درجات الحراره النهارده كام، لا كمان بنحب نعرف المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس في الايام القليله القادمه. فاحنا من هذا المنطلق منورانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا يعني يهمنا بقى نعرف من حضرتك الايام اللي جايه ان شاء الله خلال هذا الاسبوع بدايه كده فيما يتعلق بدرجات الحراره، هل سيكون هناك استقرار ارتفاع انخفاض؟ الدنيا هتمشي ازاي؟ خلينا نقول ان احنا اليوم اصلا بنشهد حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، يمكن بدات في الساعات الماضيه على المحافظات الساحليه ومتوقع خلال الساعات القادمه ان هي تتقدم لباقي محافظات شمال البلاد، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا وايضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط هيعملوا على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هي صاحبها طبعا سقوط امطار، وده اول عنصر في الحاله الجويه اليوم. لكن كمان اليوم هيكون ذروه التقلبات الجويه، امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه على سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، يمكن كمان توصل لحد السيول على شمال وسط سيناء،
بالاضافه كمان الامطار هتمتد بكميات اقل للمناطق الداخليه، امطار متوسطه على جنوب الوجه البحري وبعض الاماكن كمان من مدن القناه، تمتد خلال فتره المساء او خلال الساعات القادمه لمناطق من القاهره الكبرى ايضا امطار متوسطه، تمتد كمان لمناطق من محافظات شمال الصعيد امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه وخليج السويس وجنوب سيناء، فاحنا عندنا امطار متفاوته الشده على معظم محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد. العنصر الثاني في الحاله الجويه هو نشاط الرياح، كلنا حاسين دلوقتي في نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعات الرياح بتتراوح ما بين 40 الى 50 كيلو متر على الساعه، وده بدوره ممكن يؤدي لاثاره بعض الرمال والاسربه في محافظات زي شمال الصعيد، مدن القناه، شمال محافظه البحر الاحمر. نشاط الرياح ده كمان هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج اليوم ما بين 3 الى 5 متر، بحر متوسط غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه واعمال تنزه. كمان نشاط الرياح بيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، لان بالفعل في انخفاض في قيم درجات الحراره اليوم بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 24 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل ما بين 17 و 18 درجه مئويه، فاحنا هنحس باجواء اشبه بالاجواء نقدر نوصفها الخريفيه او اجواء الشتويه خلال فتره النهار، لطيفه تماما، خلال فترات الليل هتكون اجواء بارده. زي ما قلت مع حضرتك نشاط رياح خلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، الحاله دي كمان مكمله معانا غدا ان شاء الله، لكن بصوره اكبر اتجاه المناطق الشرقيه، يعني سواحلنا الشماليه الشرقيه محافظ الجو هيتحرك اتجاه بلاد الشام وفلسطين والاردن والمناطق دي، هتكون حضاره الامطار في المناطق دي والمناطق الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه. مع يوم الثلاث الامطار هتقل تماما، تنحصر فقط في بعض المناطق الساحليه وتكون في استقرار في الاحوال الجويه، هتعود الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره من يوم الثلاث ان شاء الله، لكن درجات الحراره هتظل اقل من المعدلات الطبيعيه او يعني حول المعدلات ما بين 25 و26 عظمى على القاهره الكبرى. 25 و26 بتتكلموا في شهر 11، يعني بتهيألي ده مش الطبيعي بتاعنا برضو، يعني ولا انا غلطانه ولا انا نسيت مش عارفه، بس يعني خليني اقول لحضرتك امبارح دكتور منار مع كل اللي احنا سمعناه المفروض كان فيه انخفاض في الاسبوع اللي فات درجات الحراره وبعض الاجواء اللي شويه شتويه، لكن امبارح مثلا تحديدا الجو كان الساعه 2 الظهر صعب جدا، يعني حر جدا. مثلا انا كنت في الشارع الوقت ده تحديدا، كنت والله بتكلم مع صحابي بقول هو ازاي الجو عامل كده، بجد حسينا ان هو شهر 8 حتى شهر 11. فلا يعني في علامه استفهام هنا، والشق الثاني من سؤالي طب احنا امتى هنشهد فعلا شتاء، يعني اجواء شتويه ما فيهاش تقلبات، خلاص شتوي والدنيا دلوقتي في انخفاض والموضوع في استقرار، يعني ده هنشهده امتى من وجهه نظر حضرتك؟ خلينا نقول ان احنا لسه فصل الخريف، فصل الخريف اجواءه بتبقى طبعا درجات الحراره فيها مختلفه عن فصل الشتاء، خاصه زي ما حضرتك بتقولي فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي مع عدم وجود اي سحب مؤثره، اكيد انا هحس وانا تحت اشعه الشمس في فتره النهار هحس ان درجات الحراره فيها دفء، او حتى كمان لو تعرضت طبعا لاشعه الشمس بشكل مباشر هحس ان درجات الحراره مرتفعه. الاحساس اكثر بالبروده في الفتره دي بيكون في فترات الليل، فترات الليل متاخر او فتره الصباح الباكر، دايما في الوقت ده من السنه احنا بنبقى محتارين نلبس ايه، بيبقى في فرق بين فتره النهار وفتره الليل. امتى نحس بالبروده فتره النهار وفتره الليل؟ ده هيكون مع بدايات فصل الشتاء اللي متوقع رسميا يبتدي 21 ديسمبر، يعني لسه تقريبا بيفصلنا عن بدايه فصل الشتاء تقريبا حوالي شهر، نبدا مع يعني نهايه شهر ديسمبر نبدا نشوف الملابس الشتويه اللي بتبقى فتره النهار وفتره الليل ونحس بالاجواء الشتويه بشكل. يعني هو لحد دلوقتي خلينا نقول الناس بتنام تقريبا معظمنا يعني لسه في التكييف، يعني لسه دلوقتي اصبح الموضوع صعب ان انت ما تنامش والتكييف مش شغال لمن يستطيع يعني، فطبعا برضو مش اجواء خريفيه قوي بصراحه، خلينا نقول يعني مش اللي احنا نعرفه عن فصل الخريف، لكن على كل حال نتمنى يكون في استقرار وانخفاض على المستوى الشخصي عشان يعني نشعر بالشتاء على الاقل. للاسف الشديد ما بقيناش نحس يا كريم بالشتاء على فترات طويله للاسف، اعتقد بيبقى شهر معانا وبينتهي على كده يعني. ده اما صفصفش على اسبوعين بالكثير طبقا للي كان حاصل الكام سنه اللي فاتوا. بنشكر طبعا الدكتوره منار غانم، شكرا جزيلا. يعني انا ما بقتش قادر اتعرف على عموما خصائص كل فصل من الفصول، ان هي اتغيرت وتوقيتاتها اتغيرت، المدة الزمنيه بتاعتها اتغيرت كتير عن زمان. وبعدين يوم ويوم، يعني مثلا يوم الخميس كان برد،
يوم وبالليل، انا بتكلم يوم الجمعه بالليل كان حر جدا، فانت ما تبقاش فاهم حتى وانت خارج انت هتلبس ايه او هتعمل ايه. طبعا تقلبات يعني كبيره جدا وبشكل مبالغ فيه لحد ما بنشهدها هذا الخريف، لكن نتمنى فيه استقرار طبعا في الفترات اللي جايه. هنروح فاصل ونرجع، اخبارنا لسه ما خلصتش. رجع لحضراتكم مره كمان، وفي الفاصل بحب دايما ابص على التعليقات زي ما حضراتكم عارفين، زي ما انا دايما بقول يعني. كنا بنتكلم عن الطقس قبل الفاصل، ناس بعت على قناه الاهلي يعني كاتبين تويتس بيقول لك احنا لحد دلوقتي بننزل البسين مع الولاد، يعني حد كان بعت بيقول ان هو اسرته يعني لسه دلوقتي بيقدروا ينزلوا البسين ويعوموا حاجات زي كده لان الطقس يسمح. وبصراحه الصبح الطقس يسمح بده حتى وان كان في تقلبات بعض الاسابيع، لكن انت تقدر تعمل ده، وده اللي بنرجع نقول عليه تاني، مصر جوها مختلف عشان كده. يعني انت ممكن بجد العالم كله يكون بيشتي والعالم كله يكون درجه الحراره عنده في حته وانت اجواءك في حته تانيه تماما يعني. فطبعا ده مختلف وده بيميزك الى حد كبير، ان فعلا السنه كلها مصر جوها، وحتى لو كان في شتاء بس بيبقى يعني مش شتاء قارس قوي، بتبقى فتره صغيره، فبيمكنك ان انت يبقى عندك سياحه بجد على مدار السنه كلها فعلا. نروح بقى لدرجات ايه، ما خلاص خلصناها، نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الهنا، واكيد عايزين نسمعك ومنتظرين منك اخر الاخبار والتفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي والفرق كمان الرياضيه المختلفه، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في بدايه الاسبوع، وزي ما انت قلت يا نهاوند حقيقه متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن طبعا زي ما شفنا الفتره الماضيه او الاسبوع الماضي طبعا النادي الاهلي كان عنده العديد من المواجهات مع نادي الزمالك في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط لكره السله، ويمكن فاز النادي الاهلي في جميع المباريات في الاربع مباريات سواء لفريق المرتبط او فريق الدرجه الاولى. وطبعا يمكن كمان شفنا فريق النادي الاهلي قدم يعني اداء قوي ومتميز امام نادي الزمالك طبعا بقياده اكيد مستر اوجستي بوش وكمان المدرب العام الكابتن احمد الجرحي، اللي طبعا اثبت ان هو مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله في التدريب، وواحد طبعا من ابناء النادي الاهلي يعني كان طبعا في قياده الفريق من الكوارتر الثالث والرابع للمباراه الاولى وكمان المباراه الثانيه امام نادي الزمالك، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بفارق 11 نقطه عن نادي الزمالك والتاهل بشكل رسمي للدور النصف النهائي او سيمي فاينل من بطوله الدوري المرتبط لكره السله. يمكن طبعا الفريق اخذ راحه لمده يوم وامبارح رجع التدريبات الجماعيه، والنهارده ان شاء الله برضو هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. يمكن النهارده كمان الفريق عنده الاول يعني هوندا كريم تدريب في صاله الجيم الساعه 1 والتدريب الساعه 2 في صاله المقاولين في مدينه النصر، طبعا تدريب الباسكت لمده ساعتين استعدادا طبعا لمباراه السيمي فاينل ان شاء الله اللي هتكون يوم الثلاث والخميس امام نادي الاتحاد السكندري، وتقام على صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. يمكن طبعا يعني جميع المباريات دي هتكون في مدينه الاسكندريه، عشان كده ان شاء الله الفريق بكره كمان هيتمرن على صاله المقاولين، وبعد كده هيكون في تحرك بالكامل للجهاز الفني وجميع اللاعبين لمدينه اسكندريه الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراتين. ويمكن بالنسبه لي طبعا مباراه نادي الاتحاد السكندري الاول الساعه 3 العصر هتكون مباراه فريق المرتبط، والساعه 8 هتكون مباراه بالنسبه لي فريق الدرجه الاولى، ويعني نفس المواعيد دي هتكون يوم الثلاث والخميس بالنسبه لفريق النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي خلينا نفكر الساده المشاهدين هو محتاج الفوز في ثلاث مباريات من اصل اربع مباريات، سواء يعني مباراتين لفريق المرتبط ومباراه واحده للدرجه الاولى، او مباراتين الدرجه الاولى ومباراه واحده لفريق المرتبط لضمان التاهل بشكل رسمي للدور النهائي من بطوله دوري المرتبط لكره السله. كمان سيدات كره السله وتحت قياده الكابتن طارق خيري يعني بعد اخر مباراه امام نادي سبورتنج في نهائي من بطولة دوري المرتبط، ويعني مع الأسف خسارة النادي الأهلي أمام نادي سبورتنج للبطولة، يمكن الفريق أخذ راحة لمدة يوم أيضا ويرجع للتدريبات الجماعية امبارح على صالة الشهداء داخل مقر النادي. ويمكن قبل التدريب كان في اجتماع مع يعني الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع جميع اللاعبات والجهاز الفني بقياده الكابتن طارق خيري لتحفيزهم ودعمهم طبعا قبل البطوله القادمه ان شاء الله، يمكن في اقل من 8 او اقل من 4 ايام من بعد نهائي دوري المرتبط. هنا هوندا كريم لاعبات كره السله عندهم مباراه قويه مع نادي الجزيره في مباراه السوبر المصري واللي هتقام بكره ان شاء الله على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. فحرص الكابتن محمود الخطيب امبارح ان هو
يجتمع مع اللاعبات قبل التدريب ويحفزهم ويدعمهم طبعا، ويأكد لهم ثقة جمهور النادي الأهلي فيهم ان هم ان شاء الله هيرجعوا لمستواهم يعني اللي احنا متعودين عليه طبعا الطبيعي، ان هم دايما يقدموا اداء قوي متميز في جميع المباريات، وحصولهم باذن الله على مباراة السوبر او يعني بطوله السوبر امام نادي الجزيره بكره ان شاء الله على صاله الدكتور حسن مصطفى. كمان لاعبات كره اليد امبارح كان عندهم مباراه قويه جدا مع نادي البنك الاهلي وفاز فيها النادي الاهلي او لاعبات كره اليد بنتيجه 45-24، يمكن دي كانت اول مباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات، يمكن دي اول مباراه، وبعد كده ان شاء الله هيكون في توقف دولي بالنسبه لجميع اللاعبات لمده شهر. طبعا يعني خليني اقول لكم انه منتخبنا الوطني استدعى 8 لاعبات من النادي الاهلي وهم امينه عاطف وامينه هشام، فرح الشاذلي، ليلى هيثم، ورحمه محمد، من طلاس السيد، رنا راضي، وروان سعيد، 8 لاعبات في صفوف منتخبنا الوطني في التوقف الدولي والمعسكر طبعا لاعداد جميع اللاعبات الفتره القادمه. ويمكن كمان من ضمن المعسكر الاعداد هيكون في مباراتين وديتين لجميع لاعبات في منتخبنا الوطني، اول مباراه ان شاء الله هتكون مع نادي الجزائر، وتاني مباراه مع منتخب الجزائر ومع منتخب الكونغو، وان شاء الله المعسكر ده هيكون لمده شهر وهينتهي ان شاء الله شهر ديسمبر القادم. ويمكن كمان هيكون في استدعاء لمنتخب 2004 ولكن لم يتم التحديد يعني اللاعبات اللي هيتم استدعائهم لمنتخبنا الوطني. كمان يعني خليني اروح لكره الطايره، ويمكن امبارح يعني رجال او الماسترز كره الطايره امبارح كان عندهم اول مباراه في بطوله الدوري، اول مباراه في الموسم امام نادي المقاولين، وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النهارده ان شاء الله الفريق هيواصل التدريبات بشكل طبيعي، هيكون في تمرين خفيف داخل مقر النادي الساعه 1، ويوم الثلاث ان شاء الله النادي الاهلي هيبقى عنده مواجهه جديده في بطوله الدوري امام نادي بتروجيت، ولا تقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله اتحاد الشرطه. وكمان بكره ان شاء الله فتيات الذهب او فريق كره الطايره بكره ان شاء الله عنده مباراه امام نادي والي، هتكون في تمام الساعه 4 عصرا وهتقام على صاله الشهداء داخل مقر النادي. النهارده الفريق هيكون عنده تمرين بالليل ويختم استعداداته طبعا للمباراه بكره ان شاء الله، واللي هتكون في اطار مواجهات او اطار منافسات فريق النادي الاهلي في الدوري العام لكره الطايره سيدات. كمان امبارح يعني فريق 2006 لكرة الماء تحت قيادة الكابتن عمرو فرج ومحمد أبو سديرة يعني فازوا امبارح على نادي الزمالك بنتيجة 15-6 في منافسات بطولة الجمهورية لكرة الماء، وفي المباراة اللي أقيمت على حمام السباحة داخل مقر النادي. يمكن طبعا دي كانت كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية، وكمان إن شاء الله النهاردة كمان بتمنى يا هواندو كريم التوفيق لمنتخبنا الوطني المنتخب الأول لكرة القدم في مواجهته النهاردة مع نادي سيراليون طبعا أو عفوا منتخب سيراليون في تمام الساعة 6 مساء، وطبعا المباراة اللي هتكون من ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. يعني بتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. كده طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة، بشكركم جدا، والآن لعودة مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك أنا هوان، تفضلي. أنا كالعادة هشكرك على التغطية الرائعة جدا منك يا سالة، وأكيد يعني متابعين برضو مع حضراتكم الفترة اللي جاية طبعا، ومتابعين زي ما سالة كانت تتكلم سير إن شاء الله المباراة تكون يعني منتخب بتاعنا موفق فيها، لأن تاني هنرجع نقول مهمة جدا 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 البداية بتاعتنا أو ضربة البداية تكون يعني قوية، خلينا نقولها كده. نروح فاصل ونرجع بعدين نكمل. هنتكلم الفقرة دي عن منتخب الجولف للناشئين اللي شاركوا في كتير من البطولات الدولية، هنتعرف على مشوارهم كمان خلال الفترة اللي فاتت واستعداداتهم للبطولات اللي جاية. بس خلينا في البداية نرحب بيهم يعني راني الطويل لاعب منتخب مصر لجولف الناشئين. بونجور يا راني، اسمك حلو على فكرة جدا، وتاليا كمان طبعا برضو تاليا لاعبة برضو في او لاعبة منتخب مصر لجولف الناشئين، برضو اسمك حلو جدا يا تاليا، نورنا بجد النهاردة. اسمائكم حلوة وانجازاتكم حلوه. أيوة. وانتم شباب حلو ومنور ويفرح، منورين الدنيا، سعداء بوجودكم معانا في 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نبتدي الموضوع من اوله خالص، من اول ما قررتوا ان انتم هتمارسوا هذه الرياضه تحديدا، القصه ابتدت معاك ازاي يا راني؟ كان في المدرسه افتر سكول، فرحت وجربت كده، المدرب هناك قال لي شافني كويس يعني، فقال لي تعالى جرب العب جولف بجد، عشان هناك في المدرسه كانت بمضارب بلاستيك وكور تنس، فهو عجبني شافني ان انا بعرف العب يعني، فاخدني على الملعب وخلاني ابتدي بقى من هناك. اوكي، البدايه جت من هنا. وانت يا تالي؟ انا كنت بلعب سكواش لمده طويله، قعدت تقريبا 6 سنين بلعب، واختي التوين كانت بتلعب جولف، فروحت معاها مره كده اجرب اللعبه، ومن ساعتها يعني اتبسطت وكملت.
اوكي، مع ان انت قطعتي شوط في السكواش يعني 6 سنين برضو شويه حلوين يعني. ايوه بس أوكي. هي الرولز مختلفه، اللعبه مختلفه، ايه اللي خلاك تحولي من برضو سكواش لجولف يعني؟ والله لقيت اللعبه عجبتني، وهي برضو لعبه فرديه، وانا بحب اللعب الفردي عشان بعرف اركز لوحدي وابلان كل حاجه مع نفسي، فلقيت برضو ان اللعبه دي شبه السكواش شويه فاتبسطت فيها. الجولف شبه السكواش؟ انا بحس الجولف، وانتوا صلحوا لنا، لان ناس كتير مش فاهمه قوي رياضه الجولف، يقول لك هي رياضه ما فيهاش حركه قوي، مش محتاجه قوي يعني جهد بدني اصلا، بسيطه، التركيز فيها اعلى، هل الكلام ده مظبوط ولا الموضوع مش كده خالص يعني؟ خلينا نسمع. هو بصراحه الجولف لعبه صعبه قوي، ممكن الراوند بتاعتنا بنلعب 18 هول، ال 18 هول دول ممكن يطولوا مثلا 5 ساعات ومشي، ومحتاج التركيز في كل ضربه، فبصراحه الجولف مش لعبه سهله يعني خالص. دي صعوبتها الوحيده، فكره ان انت بتقعد في الجيم الواحد عدد طويل من ساعات. الصعوبات الاكتر بتبقى في دماغك بقى وانت بتلعب، يعني تفكيرك بقى وانت بتلعب وكل الحاجات اللي بتحصل في دماغك. اوكي، طب هي عموما بتحتاج ايه يعني الرياضه دي؟ بتبقى محتاجه اكتر تركيز ولا حسن تقدير للمسافات مثلا وللزوايا اللي انت هتضرب بيها يعني؟ عشان أنا مش فاهم قوي تفاصيلها، ففرصة أتعرف منكم على تفاصيل الرياضة دي. يعني هي طبعا محتاجة صبر، تبقى إنك تقدر يعني تتمكن بقى من كل ضربة، واللي أنت ما تتعصبش لو ضربت ضربة وحشة، وإنك تفضل متمكن بلعبك على الراوند كله عشان تقدر تخلص يعني راوند حلو. أوكي. طب هو أصلا يعني أنت كنت بتلعب رياضة غير الجولف؟ البداية كنت العب كوره وكاراتيه. اوكي، وكان كده كده في عدد ساعات معينه لتدريب الجولف، وفي لايف ستايل معين برضو، خلينا نعرف منكم، لان خلي بالك الجولف نسمع عنها كرياضه في مصر بشكل كبير، بس ما نسمعش ان هي محققه انجازات كبيره، يعني ما شفناش مثلا الرياضه دي داخله في بطولات كبيره مصر بتشارك فيها وحققت نتائج، فدي نقطه عايزه اتكلم معاكم فيها. كنتوا بتلعبوا رياضات ثانيه وبقيتوا في الجولف، هل انتوا شايفين في فيوتشر، في مستقبل ده عايزين تحققوه؟ برضو عايزه اعرف. هو بصراحه احنا الاتحاد بتاعنا يعني بيحاول يكبر اللعبه جامد قوي في مصر، عندهم بروجرام للجونيور ديفلوبمنت حلو قوي، فده برضو هيساعد اللعبه تكبر في مصر. يعني في انتوا بانيين على قدام ان يكون في اختلاف قدام، وراني برضو نفس الفكره. طب ليه ما كملتش مثلا في كاراتيه او حاجات تانية او كوره زي ما انت كنت بتلعب؟ ما لما بدات الجولف اخد وقت كتير قوي من وقتي، فما قدرتش اكمل في بقيه الحاجات، فكنت احب الجولف قوي. بص، هو لو باشن خلاص ما حدش طبعا يقدر يدخل، الباشن مهم جدا في اي رياضه، بس هي الفكره ان انتوا كنتوا بتلعبوا حاجات يمكن تانية، فالشفت ده برضو كان اكيد مش سهل يعني. العيله عندكم كانت اوكي مع القرار ده ولا؟ بالعكس، انا يعني مامتي وبابايا هم اللي كانوا عايزيني اجرب الجولف واكمل في الجولف، فلما رحت وجربت اتبسطت فكملت. حد منهم في العيله بيلعب؟ لا لا. خلونا برضو نعرف كده على يعني نتعرف على جانب من انجازاتكم في رياضه الجولف، سواء محليا او يعني دوليا، في حال مشاركتكم في بطولات دوليه. تعالى نتعرف عليك انت الاول يا راني من الزاويه دي. يعني اهم البطولات اللي انت شاركت فيها، اهم المراكز اللي حققتها في الرياضه دي. في بطوله العرب اللي فاتت فريق تحت 15 جنيه المركز الثاني. اوكي، كانت متنظمه في مصر ولا في دوله ثانيه؟ لا، في تونس. في تونس، اوكي. وفي الاردن في 2021 جيت المركز الثاني تحت 15. اوكي. هايل. برافو. وانت يا تالي؟ انا من سنتين برضو مع راني شاركت في بطوله الاردن في السيدات وكسبت المركز الاول. اوكي. والسنه اللي فاتت في بطوله العرب في تونس جيت اول مقرر اللي هو الثاني يعني. هايل ما شاء الله. طب انتوا السفريات دي يعني هل يعني بالنسبه للدراسه وضعكم ايه؟ هو مفيش دراسه ولا بتهيألي؟ واضح ان مفيش دراسه في حاله راني. يعني بنضطر نغيب بقى، فاللي هو مش بيبقى فيه مثلا المفروض بيبقى فيه مكاتبات كده بين الاتحاد مثلا وبين المدارس او الكليات اللي فيها ابطال بيشاركوا في بطولات مختلفه؟ هو بيبقى فيه كده، بس يعني لمده السفر، بعد ما نرجع من السفر لازم ترجع وتشوف كل حاجه اللي عليك اللي فاتتك وتحاول بقى تلحق. اوكي، بس ميك سنس يعني، ده برضو بيبقى شويه طبيعي. طيب خلينا بقى نتكلم شويه عن فكره هنا الاتحاد، لان الاتحاد او اي رياضه الاتحاد بتاعها لو كان اتحاد داعم بشكل كبير الرياضه دي والرياضيين ما بيواجهوش اي مشاكل. اتحاد الجولف انتوا تابعين طبعا ليه،
طيب كلموني ايه التواصل ما بينكم، ايه الدعم اللي بيقدمه، هل المعسكرات، هل السفريات اللي هي لسه بليمت قليل ما هياش كبيره لحد دلوقتي شاركتوا فيها، بس هل ده بيكون عليكم فولي يعني انتوا بتدفعوا او بتتكلفوا بيها او العيله عندكم ولا الاتحاد بيساعد؟ يعني عايز اعرف، لان دايما بنقول قاعده الناشئين في اي رياضه هي الاساس اللي انت بتبني عليه بعد كده، فلو الاتحاد عنده خطه ان هو يوسع الرياضه دي او يبقى في انتشار ليها كبير جدا فلازم يشتغلوا على قاعده الناشئين، فانتوا الاساس، عشان كده خلونا نعرف الاتحاد بيتواصل ازاي. هو بصراحه الاتحاد كله يعني مستر تيمور ابو الخير ومستر محمد عطله بيتعاملوا معانا بشكل حلو قوي، بيساعدونا في كل حاجه. عندنا معسكرات تقريبا كل سنه، كان عندنا السنه اللي فاتت واحد في اليونان، والسنه دي من شهر كان عندنا واحد الار اند اي كامب اللي هو بيحاول يديفلوب الجولف في افريكا. اوكي. وده كان جايبين كوتشز من بره كتيره، وكان بتبقى انتوا اللي بتتحملوها يا راني ولا الاتحاد؟ ده لا الاتحاد. الاتحاد فور. طب كويس، يعني الاتحاد البادجت بتاعه كويسه. يعتبر. بيتهيألي كده بدليل حتى ان اللي في الفتره الاخيره ابتدت الرياضه تنتشر بشكل ملحوظ. شويه. انتوا اكيد لمستوا الحكايه دي بنفسكم. يعني خدتوا بالكم ان في مش بالضروره نقول طفره، لكن على الاقل في تغيير كبير في 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 معرفة حتى الناس بالرياضة دي، ولا انتوا حاسين ايه؟ صح، هو اللعبة بدأت تنتشر أكتر في مصر، وأنا شايفة إن دي حاجة كويسة لقدام يعني للفيوتشر للجولف في مصر. اوكي. بصي أنا عاجبني الفقرة لأن إحنا يعني بنتكلم على رياضة، هي رياضة فعلاً مش منتشرة، معلش خلينا نتكلم كده. كنا زمان فاكر لما كان في اي كومباوند بيتعمل جديد يقول لك الجولف اريا، فهي الجولف الناس حتى تعترض وقتها، هي مش رياضة ناس كتير بتمارسها، لكن دلوقتي احنا بنتكلم، انت عندك كمان قاعدة ناشئين بتشتغل عليها، الاتحاد دلوقتي بقى كمان ملم بكل التفاصيل، عنده بادجت كبيرة، يعني مش هقول لا انتوا 14، انتوا كام سنة تقريبا؟ 16. اوكي، فيعني برضو فاهم لسه عندك ناشئين بيركز على تطويرهم، فكل ده اعتقد حلو ان انت بعد كده ما تعمل نقله من فكره الجولف ان هي رياضه للترفيه او رياضه اليت لناس معينه، ليه رياضه لا مصر ممكن ان هي كمان تتالق فيها بشكل كبير. بس انا قبل ما برضه عشان الوقت ما يجري، عالميا لما نيجي نتكلم عن رياضه الجولف انتوا مطلعين عالميا الدول اللي عامله رانكينج عالي ايه، هي ايه الكومبيتيشن اللي بيبقى موجود، ايه الكومبيتيتورز كمان اللي بيبقوا موجودين، يعني انتوا ملمين عالميا احنا فين؟ هو احنا ممكن عالميا لسه شويه في السن بتاعنا، بس لو اتكلمنا مثلا على افريقيا او العرب احنا يعني لينا رانك كويس. اوكي، وراني انت معانا راني ولا؟ ايوه راني جاي مجامله خلي بالك بالمناسبه، ومش معني قوي بالكلام اللي بيتقال، بس هو ايه يعني مكبر دماغه وبياخدنا على قد عقلنا، فاهمينك يا راني وفاهمين الاعيبك وفاهمين بتفكر في ايه. البطولات اللي هتشاركوا فيها الفتره الجايه ان شاء الله هتكون انهي بطولات وهتقام فين؟ بطوله العرب اللي في السعوديه عندنا الاسبوع اللي جاي في رياض. اوكي ده خلاص very soon. طيب حلو جدا، الاستعداد بقى انتوا ان شاء الله كمان يعني مستعدين، انتوا طموح معين عايزين تحققوه، اكيد رايح ان انت هدف معين عايز تحققه. ان شاء الله. ايه بقى ايه اللي انت بتنافس عليه؟ عشان اول سنه ليا تحت 18 السنه دي، فعايز اروح يعني عايز اجيب رانكينج كويس عشان اثبت لنفسي ان انا اقدر اكمبيت ضد الناس الاكبر مني كده. حلو جدا، وخلي بالكوا انتوا اللي هتبقوا او انتوا البيز اللي بعد كده هيتقال الرياضه دي هتنتشر ولا لا، لان الناشئين لو تجربتهم نجحت بعد كده انتوا هتخلوا او هتساعدوا الرياضه دي تنتشر، لو تجربه فشلت صدقوني مش بحملكوا بحاجه، بس انتوا الاساس دلوقتي زي ما بنتقال او زي ما بتقال هي رياضه لسه هتنتشر، فالاصل كله على الناشئين، فقدامكم طبعا مسؤوليه كبيره جدا، بس كل التوفيق. وعايزه بس قبل ما نختم برضو انا وكريم نسمع منكم حاجه او يعني مسج، لان مش كل الناس عارفه عن ناشئين الجولف، فانتوا مثلا بتنصحوا الاهالي بيسمعونا دلوقتي هل هم يروحوا للرياضات ولادهم يودوا اولادهم رياضات المعتاده اللي زي ما انتوا كنتوا بتلعبوها، ولا ممكن الجولف يبقى ليهم تشانس كبيره وليه؟ انا بصراحه شايفه ان الاهالي تودي ولادها اللعب اللي هي مش معروفه، عشان هم مش عارفين ايه اللي ورا اللعبه دي، ممكن ولادهم يجربوا اللعبه ويتبسطوا زي ما انا وراني اتبسطنا في الجولف، فحاسه ان هم لو يعني راحوا جربوا الجولف او اي لعبه تانية مش مشهوره ممكن يتبسطوا ويكملوا فيها. في اي حاجه يا راني عايز تقولها؟ راني مش رايح البطوله خلي بالك. انا رايح وحياتي هو مفهمهم انه رايح بس هو مش ناوي. يعني كل اصحابي اللي انا اخدتهم معاك جولف اتبسطوا قوي، ويعني في شويه منهم كملوا في الجولف، ويعني بيبسط كل حد اللي انا اخدته اتبسط، فلو في يعني اهالي ودوا اولادهم الجولف
ممكن يبسطوا وممكن يكملوا في الرياضه وفعلا نكبر الرياضه في مصر. انتوا ابتديتوا اصلا في النادي، يعني اعرف نادي الجزيره عندنا في جولف، في انديه ثانيه في مصر فيها جولف كستارت؟ انا بدات في نادي سبورتنج في اسكندريه. اسكندريه ولحد دلوقتي بلعب هناك. وراني وانا استارتد في أليجريا. أليجريا هنا؟ اوكي. يعني البدايه ما كانش على مستوى احترافي خالص، كانت بشكل اوكي وقلبت احترام بعد كده وحققوا نجاحات بسم الله ما شاء الله، وبنتمنى لكم المزيد من النجاحات الفتره الجايه، وربنا يكرمك ان شاء الله في البطوله اللي هتقام في السعوديه. نورتونا. ثانك يو. نورتونا راني وتاليا. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. هبدا معاك بقى بمنتهى الصراحه، اتفضلي. مش هنجامل، صح؟ هو احنا المفروض نفرح بجد لان احنا عملنا يعني سكور جميل ولعب فنيات او فنيا جيد جدا او ممتاز مع جيبوتي، ولا الموضوع لا يقاس بهذا الشكل لان انت برضو بتلعب يعني منتخب بعيد قوي فالنجاح عليه مش مقياس تماما، وسيراليون افضل فبرضو النهارده وان كان حتى افضل لكن برضو هو بعيد عنك فالنجاح برضو معاه مش مقياس ابدا. يعني انا عايز افهم، نفرح نطمن ولا لا الموضوع لسه بدري عليه؟ بصي، هو القصة كلها الشعب المصري عامة شعب يعني عنده شوية ما بيفرح قوي ويحزن قوي، لكن زي ما انت حضرتك كلمتي الواقعية هي أحسن حاجة. أنا أولا في التصنيف بتاعي المفروض أنا ليفل 1، مجموعة بالنسبة لي على أرض الواقع سهلة، بس القصة كلها إن التصفيات بتاعتي مستمرة لحد 2025 أكتوبر 2025. في أجهزة فنية بتتغير، في لعيبه جديده بتظهر، في لعيبه كبيره بتعتزل، فقصه ان انا اقيس على ماتش لا، دي بالنسبه لي صعبه قوي. الحاجه الثانيه، انا بالنسبه لي في الماتش دوت كان ممكن ازود السكور، فهل لو انا زودت السكور يبقى مثلا بدل 6 يبقى 11 يبقى 12 يبقى انا كده افرح بزياده، يبقى فرحه فرحتين مثلا؟ لا، انا اقيم الماتش دوت ان هو 3 بونت، بدايه قويه وبدايه جيده لمنتخب مصر، بس انا عندي لسه التصفيات مستمره، وعندي الاهم اللي جاي لي في شهر 1 وشهر 2 اللي هو المقياس بتاعي اللي هو كاس افريقيا. التاهل لكاس العالم حلم المصريين كلهم، بس انا بالنسبه لي منتخب مصر الى الان لم يقدم المستوى المرجو منه قدام الفرق او المنتخبات القويه. احنا لعبنا ماتشين في الليفل الاعلى بالنسبه لنا كمنتخب تونس ومنتخب الجزائر. الماتش الاولاني خسرنا فيه 3 هنا في القاهره، وتعادلنا مع الجزائر، كنا 10 لعيبه بس كان ند قوي بالنسبه لنا، وده شفنا في منتخب شويه لعبنا ب 10 لعيبه قدام حامل كاس امم افريقيا 2019 هنا في مصر. منتخب طبعا الجزائر منتخب قوي جدا، معاه مدرب قدير جدا جمال بالماضي، لعيبه سكواد قوي، فدي الماتشين اللي احنا قسنا فيهم منتخب مصر. بالنسبه لي المجموعه على ارض الواقع سهله، يعني اي حد لو احنا نتكلم كوره وفنيات لا، مجموعه بالنسبه لنا نتكلم على قد الايد يعني انجاز التعديل على في المتناول. بس ما هو ده يطمنك ويقلقك على فكره. بالظبط، انا قلت لحضرتك القصه كلها احنا بنتكلم ان التصفيات ممتده معانا لحد 2025. ايوه، وللاسف زي ما كنت بحضرتك في مداخله من الاسبوع اللي فات اتكلمنا ان منتخب مصر حظه وحش في تصفيات كاس العالم تحديدا، بيقع قدام الفرق الصغيره او المنتخبات الصغيره والبدايات وخاصه البدايات. يعني احنا بنتكلم في 2018 مع كولر خسرنا قدام تشاد 1-0، كانت بداية مش يعني مش حلوة بالنسبة لنا، بس ربنا كرمنا في الآخر وتأهلنا بفضل يعني النتائج اللي احنا عملناها. من سنة 90 بعد 90 94 كان قدام فرقة برضه مش قد كده سهلة، اتعادلنا مع ناميبيا، خسرنا من ليبيريا بعد كده في 98، في 2002 تعادلنا مع ناميبيا وخسرنا هنا من التعادل في المغرب. فتلاقي في كل تصفيه ليله كده منتخب كده صغير بيبقى كده بالنسبه لنا زي الشوكه في الحلق يعني بمعنى صح. بس ان شاء الله المجموعه القويه مع ريد فيكتوريا المنتخب قادر ان هو يتاهل، خاصه كمان ان نظام التصفيات السنه دي اتغير. اعتقد مفيش اسهل من كده تصفيات في العالم. هيعملوا ايه تاني بالزبط. والله يعني انا بالنسبه لي اللي هو يعني اتفضل 9 مقاعد بدل 5 دي فرصه، وفي نص كمان لو لا قدر الله منتخب ما كانش ليه حظ ان هو يتاهل ان شاء الله يتاهل من اول المجموعه عنده فرصه كمان ان هو يلعب الملحق، بس ان شاء الله وفقا يعني للسكواد اللي احنا شايفينه مع الاستقرار الفني الموجود في الجهاز الفني للمنتخب، الراجل عنده حاجات هيقدمها. يعني احنا شفنا ماتش جيبوتي بعض اللقطات اللي بتقول ان المنتخب جاي. الحاجات اللي هو عنده دي ولسه بصدد انه يقدمها ممكن تاخدنا وترجع بينا
للفترات الذهبية للمنتخب الأول المصري لكرة القدم اللي ليه ثقل واللي ليه زخم واللي ما كناش زمان بنحتاج ان احنا نفرح او ما نفرحش لو لعبنا منتخب متواضع زي جيبوتي مثلا. بالظبط. فممكن يرجع بينا للايام الحلوه دي. ممكن بس هتبقى منظومه متكامله. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي جهاز فني، عندي اتحاد كره يديله الصلاحيات، عندي جمهور داعم في ظهري. وللاسف اخر ماتشين هو الجمهور هنا يعني برضو من ضمن الحاجات اللي لازم يتوقف عندها للامانه، يعني بعد التصريح الاخير اللي صرح بيه روي فيتوريا فكره ان هو هيستبعد الثلاثي طارق حامد وامام عاشور وحسين الشحات، الناس سابت الموضوع كله، سابت الملف برمته ووقفت عند القرار ده وانعكاساته ودلالاته. بالمناسبه انت شفته ازاي؟ بص، هو في كواليس في النص بعض الناس ما ظهرتش الحقيقه كلها، يعني خلينا برضو واقعيين، القرار كقرار انضباطي داخل الجهاز الفني ما حدش يقدر يلوم المنتخب او الجهاز الفني او المدير الفني ان هو هيتحمل عقبته. لكن انا كوجهه نظري كناقد رياضي، لا، الامور كان ممكن تتلم بشكل افضل من كده. اولا فكره ان مثلا وبما لا يثير الجماهير. بالظبط، فكره انك انت ما تشحنش الجماهير، خاصه انك انت قبليها كجهاز فني تغاضيت عن فكره اخلاقيه واضحه للعيان وضميت بعض اللعيبه كأخلاقيا كان واضح اللي فيه جدل برضه، زي ما حضرتك اتكلمت في جدل حواليهم، اثرت الجدل في الشارع. فانت خدت لقطه وسبت لقطه، فالكلمه ميكيلين دوت هو اللي فتح المجال قدام التساؤلات اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي. لكن لو انا كجهاز فني ابعدت الفكره وسويت مقياس العدل والثواب والعقاب داخل المنتخب، ده هيديني فتره ان انا اقول ان المنتخب ماشي في خط سليم. انت شايف ان مفيش مساواه في ثقافه الثواب والعقاب؟ في ثقافه الثواب والعقاب انت عملت لقطه قبل المنتخب في المعسكر نفسه. أيوه. بضم بعض اللعيبه، اثرت بعض من الجماهير المصريه ضدك. فتحت المجال ان الجمهور يقلب عليك. في قصه قد يرى نادي المعاقب للعيبه ان هو في صفه والاحق ان هو المنتخب يدعمه في هذا القرار. انت كجهاز فني قلت لا، انا من حقي ان انا اضم اللعيبه او اشيل لعيب. فخلاص انت خدت كحق للمنتخب انت خدته. فطالما انت عندك الحق الثاني، لا، كان ممكن داخل الاسره الواحده الموضوع يتلم، خاصه في ضيق الوقت بين الماتشين، ماتش جيبوتي وماتش سيراليون. حاجه الثانيه، فكره انك انت تصدر ازمه قبل الماتش، ده هياثر على اللعيب وسطه، وخاصه كمان ان كان فيه بلاوي، يعني كوارث داخل المنتخب. كان في كوارث. لا، خد راحتك، خد في شفافيه هنا. كان في كوارث اخلاقيه داخل المنتخب تم التغاضي عنها، وكلنا نذكر ما حدث في 2019 في بطوله كاس الامم الافريقيه هنا في المنتخب، وبلاعيبه المنتخب هم اللي تدخلوا وخلوا الجهاز الفني يتراجع عن قراره. يعني هو ينفع كده؟ يعني هكذا تدار الامور المتعلقه بمنتخب وطني؟ يعني بالظبط، وحتى الجمهور نفسه قلب على المنتخب، يعني حتى الجمهور نفسه. صحيح. قلب على المنتخب ولعيبه المنتخب. فكره انك انت تدعم لاعب خرج عن النص داخل المنتخب، بالنسبه لي انا شايفها هذا اللاعب لا يصلح ان هو يكون، خاصه اذا ارتكب فعل اخلاقي. خلينا برضو واضحين. لكن فكره انا استبعد لاعب عشان مستواه الفني متذبذب، دي حاجه رؤيه فنيه بحته. لكن حضرتك فكره انك انت فتحت المجال قدام القيل والقال. طبعا. وخاصه ان المشكله كان ممكن تتلم. كمان فتحت القصه انك انت دخلتها اهلي وزمالك. ودي مشكله. هي مش قديمه قوي قصه الاهلي والزمالك ده يا جماعه، منتخب وبقالنا كام سنه في الحوار ده، يعني ده هنتكلم فيه حاجه، يعني حتى اللي بيعول عليها حاجه يعني فاشله قوي. يعني انا كنت افضل ان الكابتن حازم امام بصفته لاعب كره وصفته المشرف على المنتخب وعضو مجلس اداره كان هو اللي يطلع يشرح ملابسات الموضوع، خاصه ان هو القرار اتخذ وتم وضعه قدام الكابتن حازم امام. لكن فكره ان كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره طلعوا اتكلموا في القصه دي الا المشرف العام للكوره او احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب، فدي برضو تثير الجدل وتزيد الازمه شويه. فكره كمان انك انت داخل على كاس امم افريقيا، هل القرار دوت هياثر على ثلاث لعيبه تحديدا وفكره ضمهم الفتره اللي جايه؟ ودول مش اي ثلاثه. بالظبط، ده اللي بتكلم هو فيه. هو الوضع الحالي ان هو هيؤثر طبعا. بالظبط، وخاصه انك انت بالنسبه لك يعتبر ده اخر معسكر هتقيم عليه القائمه اللي انت هتبعتها. في حاجه كمان الناس كمان مش واخده بالها منها، فكره ان هو تم تقليص عدد اللعيبه في القوائم الافريقيه، الاتحاد الافريقي السنتين اللي فاتوا او البطولتين الاخرانيين في كاس افريقيا عشان ازمه كورونا
كان عامل قائمه مفتوحه 28 لاعب، يعني كل منتخب من حقه ان هو يبعت 28 لاعب، يضم 28 لاعب في السكواد بتاعه. السنه دي رجع للقائمه الاولانيه 23 لاعب، فانت عندك خساره 5 لعيبه. الحاجه الثانيه فكره ان ميت فيتوريا تحديدا عنده جزئيتين شغال عليهم، فكره تكوين منتخب قوي للسنين اللي احنا اتكلمنا، فكره ان هو تصفيات مستمره لحد 2025. واللي انا اعرفه ان قصه كاس افريقيا مش هتاثر على مشوار فيتوريا مع منتخب مصر. ما اعلم من داخل اتحاد الكره ان فيتوريا بالنسبه لمنتخب مصر قصه اللي هو يكسب كاس افريقيا او عدمها مش هتاثر مع مشواره في تصفيات كاس العالم. دي هو كان اللي كان معلن عند التعاقد معاه ان هو جاي تحديدا عشان مشوار كاس العالم بس، مش اي بطوله ثانيه. بالظبط، يعني هي القصه كلها. هو في حاجه اسمها كده؟ لا، هو التعاقد كده، يعني هو فكره ان انا راجل جاي عايز مثلا هدف معين. لا، في مثلا باكج ثانيه بتقال مثلا، او في تعاقد ثاني، والله البطولتين مرتبطين ببعضيهم والنتائج مستمره معاه. افترض مثلا لقدر الله. غريب قوي، غريب. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني بيتعامل معاكي بالقطعه. ما حصلت السنه اللي فاتت برضه. بالظبط. بيقول لك وما حققناهاش برضه. مع كيروش. مع كيروش وما حققناهاش. هي كانت المعادله نفس القصه. مع اجيري نفس القصه. كان مع 2019 بعد خساره الفضيحه دي. انا بكلمك بس على المنطق العام، يعني فكره ان انت راجل مدير فني مسؤول عن المنتخب الاول، بغض النظر بقى البطولات اللي انت هتشارك بيها مع المنتخب. انت مطالب بتحقيقها. بالظبط. وانا بتكلم ان انا مثلا، احنا لو بصينا مثلا منتخب الجزائر، منتخب الجزائر جاب جمال عبد الماضي شغال معاه من 2019. ايوه. شغال معاه، جاب بطوله 2019 21 ما كانش فيه مثلا نسبه كويسه او نتائج كويسه مع المنتخب. ما كانوش موفقين. مكمل تأهل لكأس العالم، فكانت بالنسبة له النتائج بيبص على فكرة ليفل يعني مستوى طويل شوية أو أداء طويل شوية. فكرة المنتخبات اللي هنتكلم فيها تكوين منتخب قادر على الأداء لسنوات قادمة، مش فكرة إن أنا باجي أأدي مهمة معينة، والله صابت في كأس الأمم الأفريقية كمل، لا ما 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 وفقش وفي ضج عليك وفي أزمة وجمهور صار عليك، خلاص أنت كده شكرا. ونبدأ بقى نفكر فكره نرجع بقى لايام الكابتن الجوهري، اللي هو جوهري يا جوهري والشعب يرجع بقى. سلام. هتقول لك جوهري ينقذ الموقف. يا سلام. نفكر بقى في كابتن حسن شحاته تاني، نفكر في كابتن شوقي غريب، المدرب المحلي ايهاب جلال، كابتن حسام البدري. ففي الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها عدم وجود خطه طويله المدى، دي مشكله الكره المصريه بشكل عام. اولا انا ممكن اعمل لينك بيني وبين المدرب الاولاني ومدرب المنتخب الاولمبي، بحيث ان انا اشوف العناصر الكويسه عند ميكالي في مدرب منتخب اولمبي ادعم بيها العناصر الكويسه. هو مش ممكن الكويسة. نعمل لينك، هو لازم يكون في لينك بينهم. بالطبيعي طبيعي، وكمان في ده هيفرز يعني نجوم مستقبليين للمنتخب الاول. بالظبط. وفي حاجه كمان، اللغه اللي بتقارب بين البرازيل والبرتغال، اللغه نفسها متقاربه بينهم وبعضهم، في لغه تفاهم بينهم وبعضهم. كان ممكن قبل كده مثلا يبقى مثلا كابتن شوقي غريب مثلا بيتكلم عربي، في مثلا مدرب خواجه بيتكلم مكسيكي، بيتكلم اسباني، بيتكلم. دي مقدور عليها برضه يعني مترجم. اللينك نفسه، التواصل، المدرب نفسه بينزل يشوف الماتشات بتاعت المنتخبات دي ولا لا؟ هل مثلا بينزل يتفرج على القطاعات الادنى شويه؟ مش شرط ان انا كجهاز فني منتخب مصر اقعد اتفرج على الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر اللي هو الليفل العالي برضه اللي بيلعبوا في افريقيا. او فكره ان انا مثلا اقعد فترات طويله ما اتكلمش مثلا او ما انزلش مثلا النصر خالص وقاعد في اجازه وبكلف الجهاز المعاون بتاعي ان هو يكتب لي تقارير عن بعض الماتشات. هي القصه كلها استاذ كريم، الفكره ان انا بتكلم، انت لازم تحط خطه طويله المدى. انت عندك الفتره اللي جايه عندك تصفيات دوره الالعاب الاولمبيه باريس، عندك تصفيات كاس العالم، عندك كاس افريقيا، عندك منتخب شباب لسه طالع جديد دلوقتي. أي. عنده النهارده كمان ماتش منتخب وائل رياض، كابتن وائل رياض عنده ماتش النهارده مع تونس في دوره شمال افريقيا الوديه. منتخب فيه عناصر كويسه جدا 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 ممكن تستفيد بيها. ليه هو لا كل منتخب لو لا قدر الله يحصل اخفاق صرح اللعيبه وصرح المنتخب وخلاص على كده؟ هو انا مش بجيب اجهزه فنيه عشان اديها مكافئات ومرتبات واعمل لعيبه وبعد كده بعد سنه او اتنين المنتخب دوت ما يقديش المطلوب منه اسرحه كله؟ لا، ده كلام طبعا مش منطقي، اتفق مع حضرتك جدا. ولكن كنا برضو بنفتقد الجهاز الفني والمدير الفني الافضل اللي يقدر ان هو يدير المجموعه سواء على مستوى المحترفين او طبعا المحليين. على كل حال خلينا بقى نخش، لان برضو الوقت بيجري. دلوقتي بتتكلم عن منتخب سيراليون، وهو كان اتعادل سلبا يعني في المباراه الخاصه به الاخيره. رجعت شويه بيه بالتاريخ كمنتخب، هو لا يعني يمكن ما صعدش ولا مره يعني اكبر انجازاته انا فاكره كانت
كانت 67 و95 وحاجات زي 2012، يعني لم يحقق على ارض الواقع شيء مقارنه برضو بمنتخب مصر. خلينا برضو نبقى صراحة، منتخب مصر بقاله 13 سنه مش لاقيينه، فيعني الجاب كبيره، لكن برضو الموضوع مش في كفتنا قوي، يعني ما خليني اقولها كده معلش، يعني مش لو انا داخله انا يعني طبعا انا منتخب مصر، بس لو هرجع دايما للتاريخ لا، 13 سنه غياب ولم تقدم شيء برضو. بالظبط، هي القصه كلها. يعني خلينا برضو طالما اتكلمت في الارقام، للاسف نتائجنا قدام سيراليون سيئه، يعني تاريخيا اللي احنا لعبنا ماتشين قدام سيراليون، خسرنا ماتش وتعادلنا ماتش. انا وده انا مش عارفه ازاي بصراحه. يعني عارف اللي هو حاجات عليها علامات استفهام كبيره جدا. حضرتك احنا بنتكلمنا خالص، اتكلمنا بقول لك في منتخبات اصلا مش موجوده على الساحه او مش في الحسبان، يعني مثلا كل في مجموعه مثلا منتخب تونس والجزائر والمغرب. فلا اعمل حساب الفرق القويه دي. هي اتكلمنا في 2002 2001 اتكلمنا ان منتخب السنغال ما كانش موجود في الحسابات. انا بنتائجي وجدت السنغال، والسنغال هو اللي صعد على حسابه وحساب المغرب. بعديها في الجزائر 2010 نفس القصه، اتهزمت من زامبيا وتعادلت وخسرت من الجزائر. اديني عقلك والله. بالظبط، هتلاقي في منتخبات. صدقي فعلا، صدقي فعلا ده العنوان الانسب طالما الكلام على كده. يعني مع احترامنا لكل الدول اللي اتذكرت، بس في دول في ناس تجهل وجودها في القاره اساسا. مع الاحترام الكامل، احنا بنتكلم على مستوى منتخب. احنا ممكن نتكلم على حاجه ثانيه، احنا ممكن نتكلم على اقل لاعب في منتخب مصر قيمة تسويقية قد يساوي منتخب بحجم من سيراليون مثلا او جيبوتي. وقامة فنية، قيمة وقامة يعني. يعني احنا بنتكلم يعني مع احترامنا للمنتخبات كلها طبعا. وكلها لها تاريخها وكلها لها احترامها وتقديرها والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم ككورة وفنيات. لا، كورة وفنيات احنا مش في جاب، احنا اصلا المفروض يعني لو المنتخب الصف الثاني او البدلة هم اللي هيلعبوا النهارده ويحققوا نفس النتيجه، هيحققوا النتائج اكتر من النتائج الاوليه، خاصه لو عندهم دافع اكتر. طبعا بالظبط، يثبتوا نفسهم. بالظبط، يبقى عندي حافز اكتر وعندي دافع اكتر ان انا اثبت للمدرب ان انا موجود في المنتخب. وفقا للكلام اللي طلع واللي عرفناه من المنتخب، ان الجهاز الفني النهارده هيلعب بتشكيله مغايره عن التشكيله الاولانيه اللي لعب بيها قدام جيبوتي. لا لو كده بقى التشكيله بقى ايه؟ انا شايف اللي انت شايفه والله العظيم. بصي القلوب عند بعضها، طالما كده يبقى نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. استاذ محمد، ما تيجي كده نعمل تقييم سريع لكل المنتخبات اللي عندنا. اتكلمنا عن المنتخب الاول، عندنا منتخب الشباب، عندنا منتخب الاولمبي. تمام. منتخب الاول طبعا اتكلمنا وهنفضل نتكلم عنه، لان عندنا برضو يعني منافسات وماتشات مهمه جدا الفتره اللي جايه. روح شويه لمنتخب الشباب وبعد كده هنروح للمنتخب الاولمبي. بس منتخب الشباب دلوقتي وشفت ازاي التعادل مع ليبيا، وهل نقدر نقول دول نواه جيده ان شاء الله بعد كده انضمامهم للمنتخب الاول؟ يعني هل احنا ماشيين بخطوات سليمه ولا احنا بعيد لسه؟ تمام، خلينا بس نشكر الكابتن وائل رياض الاول على فكره اختياره وطريقه اختياره للعناصر. اوكي، طبعا هو تهاجم علشان وجود بعض الاسامي. هو اي حد بيتهاجم. بالزبط. يعني احنا عندنا نهاجم وبعدين نشوف، لكن نشوف وبعدين نقرر لا، دي المشكله. وللاسف يعني الناس اللي هاجمته دلوقتي بتشيد بالمنتخب والعناصر المختاره. في الاول دي اول مشاركه خارجيه لمنتخب الشباب، يعني دي اول مشاركه بعد التجمع او بعد تكوين المنتخب او بعد انشاء المنتخب. ما اصلا كانش عندنا منتخب شباب الاول. بالظبط. سحبنا الكابتن وائل رياض من المنتخب الاولمبي ووديناه لمنتخب الشباب، اعمل لنا منتخب. فتره وجيزه، والكابتن وائل رياض الصراحه والجهاز المعاون ليه كان بينزلوا ماتشات بيتفرجوا، عشان كده بقول لك الفكره اللي انا اهاجم دي مش حلوه. استنى الاول شوف النتائج وقيم وبعد كده ابدا في هجومك، ويا ريت يكون الهجوم على اساس منطقي. يعني بس هي عادتنا ولا هنشتريها زي ما بيتقال؟ ده اللي هنتكلم فيه. الحاجه الثانيه، فكره المنتخب لعب اول ماتش ليه مع ليبيا اتعادل، بعد كده كسب الجزائر 3-0، ده كان الماتش الثاني في الدور. النهارده هيلعب مع تونس اللي هي صاحبه الارض. فكره الكابتن وائل رياض كان صريح مع نفسه، قال يا جماعه احنا بنكون لعيبه او جيل جديد للمنتخبات اللي جايه، ودي فرصه جيده. فكره ان انا العب مع دول شمال افريقيا احتكاك قوي ونتاج احسن ملعب ماتشات وديه مع فرق مثلا دوري ممتاز او فرق قسم ثاني. طبعا فبالنسبه لي هو احتكاك دولي للعيبه، تحس كده اللعيبه تشعر صحيح ان هو في نديه مع لو في اطول في اطار بطوله كمان. بالزبط. يعني بطوله بعد كده مع دول شمال افريقيا، يعني فكره أيوة حتى كلاعيبه اللعيبه دي هتقابلهم بعد كده ان شاء الله في المنتخبات الاعلى في المستويات اللي قادمه. طبعا المستوى جيد وفي تحسن وفي تطور للمنتخب. المنتخب النهارده معاه ماتش قوي جدا مع منتخب تونس، منتخب تونس صاحب الارض وصاحب مستضيف البطوله، كسب منتخبين، منتخب المغرب ومنتخب الجزائر بنتائج كبيره. يعني في منتخب كسبه 3-1 وفي منتخب الجزائر كسبه 4-2 في الاول فاول البطوله.
فمنتخب قوي جدا بالاضافه ان هو صاحب الارض. ففكره ان المنتخب لا فكره ان شاء الله هتبقى بدايه قويه، والكابتن وائل رياض متمرس مع العناصر الصغيره اللي هو اصلا بدايته كان في قطاعات الناشئين سواء مع وادي دجله او النادي الاهلي، ثم بعد كده عمل مع الكابتن شوقي غريب شويه مع ميكالي. ففكره ان هو يكون في مدرب سنه قريب مع اللعيبه ويعرف يتعامل مع الجيل الصغير. سنه قريب ازاي؟ لا يعني القصد نسبيا يعني نسبيا لعب شويه خبرته بقى يعني خبراته مش مضيق. يعني مش سنه لا ومش عايز اكبره برضه عشان ما يزعلش مننا، بس هو مش سنه قريب. حاج وائل رياض برضه يعني كابتن وائل لا برضه يعني بس ماشي يعني. خبراته في التعامل كلاعب مع منتخبات الناشئين ومنتخبات الاولمبيه ثم التعامل مع قطاعات الناشئين ايوه تجعله اقرب لسن اللاعيبه. كويس كده كده ممتاز انا احب ادقق في التفاصيل بس هو مساحه الوقت اللي خدها كافيه يعني من اول ما تم تكليفه بتكوين منتخب فكره ان يبقى في وقت كافي للعناصر دي يبقى في هارموني بينها وبين بعض. الفتره اللي جايه كمان هتبقى افضل بالنسبه لك لو بقى عندك تصفيات كاس امم افريقيا او تصفيات مثلا لكاس العالم، هتبقى عندك فرصه انك انت تختار. بس دي نواه انت بتبين ان الراجل اختياراته على الاقل منطقيه يعني وفقا للنتائج اللي بيقدمها اختياراته منطقيه. لما يوسع دائره الاختيار هيبقى عنده فرصه ان هو يشوف لعيبه اكتر. هو كان بيتكلم احنا بنتكلم في الاول خالص هو جاب 60 لعيب 60 لعيب مثلا خدوا منهم 22 لعيب دلوقتي موجودين معاه في المنتخب، فاضطر ان هو يشيل 40. الفتره اللي جايه ممكن يختار من 120 هيختار مثلا من 200 من 300. هيبقى عندك فرصه انك انت تشوف دوري الجمهوريه ودوري قطاعات في المحافظات الثانيه. فدي هتدي لك فرصه في الاختيارات يبقى افضل مع العناصر اللي هتستمر معاك من الجيل من الفرقه الموجوده حاليا. لان طبعا الفرقه طبعا اكتسبت خبرات بالمشاركات الدوليه دي دلوقتي، هيبقى من الصعب انك انت تسيبها مره واحده الا لو ظهر افضل. انا عندي بس يعني رجاء واحد صغير جدا، وافتكروا كلامي ده. انا اتمنى تجربه كابتن وائل رياض مهما كان يعني كابتن اكس، مش دفاعا عن كابتن وائل، ولكن لما اجي انا دلوقتي بعمل تجربه جديده وبنشئ يعني منتخب جديد، اتمنى ان ما يكونش فيه سرعه في التيرن اوفر. يعني قال لك حتى وان لم ينجح في التجربه، يا جماعه ما فيش حد بينجح في العالم من مره واحده، وما فيش حد بيقعد يغير في مديرين الفنيين بهذا الشكل غير احنا. فحتى وان لم ضربه البدايه صعبه، فاتمنى ان كابتن وائل حتى ولم يوفق في التجربه الاولى يستمر. الاستمرار بيدي استقرار وبعدين بيدي خبره، فهو هيبقى اكيد افضل من ان احنا نستقطب اسم جديد. فاتمنى وافتكروا كلامي ده، هرجع اقول ننتظر شويه، النتيجه مش بتيجي من اول مره، ممكن تيجي لاحقا. ده هيفرق بشكل كبير جدا اعتقد مع منتخب الشباب. ده رايي بالظبط. لا وفي حالتك كده على كلامك ان المنتخب الشباب ده اصلا قبل كده كان معاه الكابتن محمود جابر، فشل في كاس افريقيا في مصر مشيناه. كان برضه في منتخب شباب محمد وهبه، الكابتن محمد وهبه خسر برضه ومشي. وكان انك تمشي ده كده انت عالجت النتيجه، ملهاش علاقه ابدا. بالاضافه كمان اللي احنا اتكلمنا فكره ان انا اسرح لعيبه، جيل كامل بيتسرح. صحيح. بتقضي صحيح. على جيل كامل نفسيا ومعنويا. فكرة كمان اللي هتكلم فيها منتخب الشباب ده بياسس اللعيب بدنيا واخلاقيا، ان هو الشاب سنه صغير او لعيب سنه صغير، فعايز يكون فيه مدرب فني يتمتع بالجانبين، الجانب الاخلاقي والجانب الفني. صح. ان انا بكون جيل. فكره اللعيب عندي مثلا سن 15 سنه او 16 سنه او 17 سنه، ده لعيب لسه بدايه مرحله المراهقه بالنسبه له، فمحتاج تعامل شويه نفسي واخلاقي بجانب البدني. فدي برضه بيبقى جهاز فني متكامل. يعني جهاز فني متكامل. الحاجه الثانيه كمان، والكابتن وائل رياض عنده اخصائي تاهيل دكتور قاسم ادري، حاجه فوق العظمه. رائع. يعني كابتن بالظبط، رائع جدا. حاجه يعني دكتور قاسم ده حاجه محترمه جدا جدا، ومستمر مع اجيال كتيره في المنتخبات. احنا بقى اللي مش هينفع نستمر اكتر من كده للاسف الشديد، لان احنا وقتنا خلص. انا بس ده خلص بقاله شويه حلوين على فكره، بس قلنا ما نقطعش استرسالك عشان الصوره او الفكره توصل بشكل كامل. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا كريم وسعدت بيك يا هوالد. واحنا سعدنا بيك والله جدا. ان شاء الله على نتقابل ان شاء الله مرات للحديث اكيد. بقيه معلوماتك يعني لا تنتهي، بنستفيد بيها جدا. شكرا ليك استاذ محمد، شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهارده. نشوفكم بكره ان شاء الله 10 الصبح في الاهلي.